يواصل معرض آيدكس أعماله لليوم الثاني على التوالي في أبوظبي، وتستمر الدورة 15 من المعرض حتى 25 من فبراير الجاري بمشاركة أكثر من 900 شركة في القطاع العسكري من نحو 60 دولة. ويطرح المعرضان أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية. ومعي من أبوظبي مراسلنا عبد الجليل بردودي. عبد الجليل، ما ملخص اليوم الأول سواء كان من صفقات من أصداء أيضا عالمية ومحلية بالنسبة لهذا المعرض؟ أيضا اليوم هناك تطورات من ناحية ازدياد عدد الزوار وأيضا الشركات العارضة، لو تطلعنا عليها. طبعا ماجد، إن اليوم هو اليوم الثاني من معرض الدفاع الدولي آيدكس ومعرض الدفاع البحري نافدكس الذي يقام هنا بأبوظبي ويستمر على طول أو مدى 5 أيام. اليوم الأول شهد الافتتاح الرسمي التي تشارك فيه 900 شركة دولية جاءت من 80 بلدا، يعني 60 بلدا بشكل حضوري و20 بلدا عن بعد، وقد عرضوا آخر التقنيات الخاصة بالدفاع بوسائل الدفاع وأيضا الأجهزة الحديثة وفق التكنولوجيات الأخيرة. لقد تم أمس لقاء بين هذه الشركات، بين ممثلي حكومات، حتى كان في حفل الافتتاح رؤساء بعض الدول الذين يزورون أبوظبي. وقد تم أمس إمضاء 19 اتفاقية بقيمة مالية تجاوزت 5 مليارات درهم إماراتي. طبعا 78% من هذه الاتفاقيات كانت اتفاقيات محلية، فيما كانت 22% منها يعني مع جهات خارجية. بالنسبة لليوم الثاني تتواصل الأشغال اليوم، وينتظر عقد مجموعة أيضا من الاتفاقيات سنقوم بالاطلاع عليها في نهاية أو حوصلتها في نهاية الظهيرة اليوم. كما تم أيضا عرض 17 قطعة بحرية من 10 دول بمعرض الدفاع البحري هنا على يعني على بحر أبو ظبي. وقد كانت هناك أيضا مناورات شهدها الحضور، مناورات لزوارق بحرية كانت في البحر. يتواصل هنا هذا المعرض وسط إجراءات احترازية تخص التباعد الاجتماعي فيما يخص كورونا. ويجب التنويه أن هذا المعرض، يعني معرض الدفاع الدولي بأبو ظبي، يعتبر يعني بدء أو تدشين لبدء مرحلة جديدة للتعافي من آثار كورونا. طيب، من أبوظبي مراسلنا عبد الجليل بردودي.